الله ينكلا يا فاطمه يا عنا قلبه يا اخوي انا الاحظك دام انضقت على طول شكيت على طول لله سبحانه وتعالى ثم فاطمه بن سعد فاطمه بن سعد بنت علي سعد وجدي سعيد علي سعد القحطاني وانا اللي مرضت اذا مرضت انها تدق علي والله انا ظني انك تعبان ذا اليوم وشوف كيف ابو محمد ام امي احبها ممتاز ولكن ما شاء الله عليها انا اتمنى من كل ام من واحد منكم انها تكون تحتذي حذوها اولا ففقدت اكثر من 6 اخوان وين فقدتهم اخوانها اخوانها توفوا يعني اخوانها هي ايه رجال ونساء اخرهم خالتي الله يرحمها توفت وهي كانت حامل وانجبت ذكرى انجبتها في المستشفى سموها ذكرى قديه الحين يمكن قديه تدرس فاعلمك يعني ما صدمتها الحياه ما شاء الله عليها قالوا لها والله عبد السلام واخوه احمد صار عليهم حادث وانكسر احمد كسرين قالت والله انت تجمعوا لنا الجماعات وانت عشى ذا الليل على طلي فرحة لسلامتها هذا الحجاج ما فيه يا سلام والله اني صادق سلامي عليها من برك بوالدتك انها تكون خاطرها سالم صحيح. اما الام اللي تهتم والله العظيم اني اعتبر عقوق تضيق اعتبر عقوق وهذه ترى بنحبها لك امي ما تكرهنا لكنها واثقه اني يعني انا رجال ايش اللي قال هذا على صوت كلمه هذا النفسيك اللي بتروح زرعت فيني الثقه من زمان الله يخلينا امها الله يخلينا امها وشيبانا ما بهالمناسبه بهالمناسبه سمعنا شيء او امي ماي مام او يفلي اي لاف يو ماي مام الله يا هذه ختاميه يعني اسالك سؤال اخر تدري ايش ابي؟ والله اني ابغاهم يجيبون لي عبايتها في كيس اشمها بس يا اخوي انا تذكرت الله يجعلني فداها والريحان وال والله العظيم اني ذكرت ذاك اليوم يوم جابت الوالده ارسلت الصحون والله اني استانست والله اني ما ادري هو يوهمني ولا اني شميت ريحتها صدق الله يخليهم لنا حتى لو طلعت منا ابراهيم ترى يعتبر بر روح اختم والدك يا ما يرقعها بس ماش وكل التمر من قريب وقع في السمك من قريب لا تنسانا جيب لنا يعلم الله عليكم علي يا اخواني اني اجيب لكم ابر فيكم اقول الله يسامحك لا نشوف ورقمك لا صدق صدق لا والله بشربنا